لو انت زول انتهازي. وفي ناس كتير طبعا اتكلموا في موضوع بتاعت مني ما ادراك ما مني، وموضوع بتاعت الفيديو بتاعت مني، وده مفبرك ولا ما مفبرك، وانا اتكلم وانا كنت واضح فوق. يا اخي ان شاء الله رقت مع حبوبتي ذاته، مشكله وين؟ ما في مشكله، لكن المشكله انت فوق، انت عندك فيديو عديل قلت ان احنا عملنا اتفاق بتاعت جوبا بمقابل انه نسكت على فضل اعتصام ده الماده فطيس، وقلت بمقابل وده الفيديو جاي. الله والله الخواجه الله يمرق العافيه من جد ما قصر، جاب التليفون واي شيء تقوله بوثق. احمد كزر ده لو قال كلام نكره موثق. وقلت بمقابل انه القوات دي تستمر، وبمقابل كمان ها سكوت للمحكمه الجنائيه الدوليه البشير ما يسلموه، يعني انت ضد اهل دارفور انه ما يسلموا البشير للمحكمه الجنائيه الدوليه، ده كلامه. واضافه على كده انك سكتت على الناس اللي قاعدين في معسكرات النزوح واللجوء وثبتت الجنجويد انه يقتلوا اهلك، عرفت كلامي؟ اما كامل كاريزما بيكون هو انتهازيته لمني انه داير مني. انا لاحظتها كثير يا اخوي، ما في حاجه تخفى علينا. يقول لك لا انا والله الجلابه دي بس اقسم بالله الجلابه، ونحن والله نحكم والله لا، ما في كده. ما 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 ما, 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 ما حبيبنا كده، انت راجع يا زولك ده في جلابه. انا مختلف مع اسمهم البيتات الحاكمه واسمهم الاحزاب الكرتونيه نظهر مصر، يعني احنا ضدهم ليوم الدين ذا، ما بنتنازل من الموضوع ده نهائي نهائي مهما كان. أن ما عجبه كلامي طق راسه بالحيطه، تقول لا لا نحن الحكم ده عنده طريق، عنده طرق شرعيه واضحه. الزول بيجيبها بيجيب كفو بكفاءاته بتفاصيله بشعبيته، الشعبية تكون شعبية عامة، ما تكون شعبية قبلية ما بتنجح، ما تكون شعبية مناطقية ما بتنجح، تكون شعبية عامة. عشان كده حميدتي لو لاحظتوا بدي قروش ودار يشتري الناس، دار يكسب الناس، لكن في النهاية هو جنجويته رباطي وما عنده حاجة، الناس دقوا شتته. فلا لا والله العظيم بس الكلام ده فبركوا فيه والله بس نحكم. حبيبنا أول حاجة أن إحنا ما في صراع سياسي، ده الرساله دي لكامل كاريزما، ما في صراع سياسي، لا 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 صراع سياسي ده كده خدته نسبته 20%، ولا صراع ايديولوجي، لا 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 لا. احنا الان في حاله حرب، وناسنا قاعدين في معسكرات النزوح واللجوء، وروحهم طاره، والقاعد في بيته، القاعد في بيته ذاته بيقتلوه. عملت لهم شو؟ يا والله الجلاب قاعد ما انت، والله اقسم بالله لو انا في محل كامل، والله لو عندي ذره بس بتاع انسانيه اتجاه اهلي انا، والله العظيم انا مني ده الا كان جبته في الانسانيه الا بدقه. زور يا جماعه فات قاعد، يا جماعه خلوني من الجديد، القديمين ده زور لو ما انتهازي متواطئ مني، قعد مع البشير وخلى الناس في المعسكرات، نسيتوا الكلام ده؟ ونسيتوا الفيديو قال ان احنا بشير ذاته ما يتحاكم ودير ما يتحاكم، وحميدتي الجنجويتي يقعد قال كان احنا عشان كده وقعنا سلاما، بيموت يموت. ما ده كلامه ملك الله. لو انت عندك ذره بتاعت انسانيه ثانيه تجي تقيف معاه، لو عندك ذره بتاعت دين كده تجي تقيف معاه ثاني، ولا انت ما واقف معاه غبلي طبعا صح؟ موضوع كده اسمي وكده الناس من الجو، يعني تكونوا واضحين يا جماعه، تكونوا واضحين جدا. الليله لو ضربوا، لو بس جغمنا عبد الواحد كده قرصناه من اذانه، الدول البي برد وبيجيف وبيدافع لعبد الواحد دمنه من كيانه. في ناس ما بعرفوا مين قبيلته، كل القبيله، لا القبيله امشي شوفها هذيك مشان حطها مقطع ما قادره تاكل زر من قبيلته. الليله احبش مني، منو البجي بيدافع لمني؟ البجي بيدافع لمني والله الجلابه ولاد الكلب، اقسم بالله وعملوا لهم فيلم وفبركوه والله نحكم، احنا قاعدين في راسكم ما تحكم، قال لك ما تحكم منه. انت حاكم بتاع اقليم، هطول لك الجنجبيل اكل الناس شربهم ظبط امورك، في زول ماسكك ما حاكم قاعدين بتاع اقليم، الثلاثه اولاده في تهد، الاربع اولاده في تهد جزمتك، اها الادارات الاهليه كيف في تهد جزمتك؟ كان صح التعبير يعني، يعني انت حاكمهم، المشكله وين؟ ما تخلي ولا جنجبيل واحد يقول لا يا اخي ليه ما يفبركوا للنشطاء؟ لو انا بقول لهم انا عديل ما ببرك، كم على مني والله ما ببرك، ما بتكلم سمعتي، لكن عديل ممكن ابرك اقول يا اخي اسمع اي دعنا يا دول، المشكله وين؟ لكن حاله انا انجز
شغل ما كده يا جماعه، الامور كده ما تمشي ما تمشي. الليله الناس والله العظيم اقسم بالله الناس الملتفين وراء عبد الواحد، اقسم بالله انا اتحداك جيب القبائل دي كلها خطه خطه كده، وجزء من ابناء الشمال ما دارين عديل الصالح منه والطالح ما دارين. طيب امسك البلوك ده مع الراس، انت امسك البلوك ده، انت قالك انا فاضي لك، امسك البلوك ده، امسك البلوك ده، امشي شوف لك مع البهايم ولا شوف لك مع الغنم اسرع فيه اكبر امرك روحك يا زلمه. ها مع الراس بتاع الجنجبيل هنا جاي لا في صوره هنا، انا بحذرك وبحذر جانك. طيب استاذ مالك برضو انا برد على بعض النقاط. امبارح قال كلام وانا في خواتيم اللايف بجيبه وبقول الكلام ده لانه ما بقول كلام وراه، بجيبه لو الحص حالفه هنا. قال لك القبائل الدارفوريه الثانيه شاركت في الجنجويد، وما كل القبائل العربيه جنجويد. طيب لا يا اناي، يا اناي يا تعالي تعالي فوق هنا يا مالك، انت امبارح قلت كلام وانا طوالي شنو ما قدرت اعقب في كلامك لانه انا كنت المغرب داهمني ومشيت. انت قلت نقاط، في نقاط لازم انا اناقشك فيه. قلت ما كل العرب الموجودين في دارفور هم جنجويد، حتى برضو من الزرقاء في جنجويد. صحيح كلامك، لكن راس الحيه منو؟ منو قام بالمبادره؟ البشير لما فات للمساليت والداجه والبرقو، يعني هم رؤساء بتاع الجنجويد، ولا فات لموسى هلال اولا وفات له من ناحيه اثنيه وقبليه، بعد ذاك الزول اللي بيجي بيتفق معاه في القبائل الزرقاء، انت تعالوا تعالوا حكم بندقيه، بعدين البلد ده نقطوه بيناتنا، تعال انت 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 تعال انت برضه انت قبيله صغيرون، انت برضه منتحط. شفت الفور والمساريد والزغاوه دي لو الكلب بيسيطروا في الشغله، تعال انت بتاع شالوا الناس كده. طيب حلو، باقي الناس عامه الشعب من جميع القبائل الموجوده شت في دارفور وعلى كردفان وامتداد، ليه ما قالوا يا استاذ مالك كلمه حق لخاي التاريخ الليله؟ مش كلمه حق يجي يقول والله متي جنجويتي وفي برضه قبائل الزرقاء برضه شاركوا وقتلوا الناس، لا لا ما يقولوا كده، يقولوا ان احنا قبيله شلال، يجي يكونوا في ناطقين الرسميين باسم القبيله، نحن عندنا مجرمين شاركوا في عمليه بتاع جنجويت، ونحن نتبرع منهم تبرع تماما، ونحن ضدهم ليوم الدين، ونناصر اي مظلوم. مليونيات شعارات في الخارج والداخل، اذا معناته كلهم جنجويد. اي دول ما بيجي بقول الكلام ده ولا بيطلعوا مليونيه ولا بيبرروا القبائل، هم كلهم مشتركين في الجريمه. والدليل على ذلك المنبع بتاع الجنجويد في الجنينه، وده مربط الفرس في الجنينه، وهم اصلا قاعدين في حي الجبل، امشي الضعين وحي الجبل ونياله معقل الجنجويد، عرفت كلامي؟ شاروا جزء من ابناء الفلاته، شاركوا معاهم في النهايه، جو علي دقلوا خبط الفلاته مرتين، عملوا معاهم اتفاقيه، قال لي يا زول هوي بلا فلاته بلا يحزنون يا زول، احنا ما نعرف اي فلاته يا زول، حق مارب خبطهم مرتين، قالوا جزء من الجمر، قال لهم انتوا حبايبنا وانتوا عرب، خلوهم ليك يا زول، اكلوا بهايم الناس دي شت، قال اسمع الجمر دي عندهم بهايم وتماثيل وبتاع، ربوا الجمر شمال ويمين 18 قريه حرقهم قريب، ده كمان جبناه زمن الصور، زمن الناس، زمن الفيديوهات، ما زمان ذاك، ده حتى الان ده زمن فيديوهات. انا رسلت رساله واضحه جدا، قلت لهم الناس دي تعالوا تعالوا يا جماعه، الفات ذاك مات، انت سوداني يعني تعال قول كلمه حق في ابوه، لكن رفضوا. يبقى ثاني ما في زول يجي ينط يقول لي لا لا والله انا احنا ما كلنا، لا انت جنجوي، لا جنجوي كيف؟ انت قاتل، انت مجرم، انت قاتل. ده الموضوع. يا كسلة بعدك عقب لكلامي ده. كلامك يا كسلة مظبوط، انا معاك وكلامك ده صحيح، حتى انه الجنجويد في البدايه استخدموا معاهم القبائل الزرقاء جزء منها، حتى انه يعني اديك مثال، في ناس سموهم بني تميم، تمام؟ سموهم بني تميم على اساس انه يقاتلوا معاهم، عشان يقاتلوا معاهم الزرقاء، وجزء كبير منهم فات ومشى في الدرب ده لأنه هو فيه عروبة ولازم يقاتل الزرقاء، واستمر في الدرب ده لحد ما دارت الدائرة ورجعوا اعتدوا عليه هو نفسه، حتى جزء من القمر كان مع الجنجويد
في الآونة الأخيرة دارت الدائرة ونهبوا أموالهم وكتلوهم. فكلامك يا كسلة صحيح، كلامك صحيح، لكن يا كسلة طيب انا احنا نقول تفضل تفضل كلامك اللي انت قلته من شوية كلام يعني مضبوط، وده اللي حصل بالضبط. يعني انه الجنجويد في البداية استخدموا الأقليات، طبعا معروف انه انت لما في دارفور تيجي تقول قبيلة الفور والداجو والتنجر، دي الناس مربوطين بتاريخ دارفور. التاريخ بتاع دارفور لما تذكر دارفور طوالي في ذهنك بتجي قبيلة الفور والتنجر والداجو، ده بالنسبة للناس اللي بيعرفوا التاريخ زمان كانت مملكة وكانت بتكسي الكعبة. فالغدا الغرض الاساسي والشل ما دار انه يظهر انه التاريخ بتاع دارفور بتاع الزرقاء ده لازم يجمعي، ده المشروع بتاع الاسلام العروبي. نحن ما دار نتكلم فوقه لانه ده موضوع طويل، لكن نرجع لكلامك اللي انت قبل شويه بديت به يا كسلة، اللي هو انت قلت الجنجويد ما عروبه بس، فعل في زرقاء عروبه، في زرقاء ما عروبة لكن هم جنجويد، أفعالهم أفعال جنجويد أو الجنجويد بيستغلوهم، لكن النازل هم اتحالفوا مع الأفعى بعد ما الأفعى